هل موت الفجاء مكروه؟ هل موت الفجاء فجأة مكروه؟ وهل كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من موت الفجأة ولماذا؟ نعم، النبي كان يستعيذ بالله من موت الفجأة، وهو أن الموت يفجأ الإنسان وهو يعني بدون ما يكون هناك مرض ولا شيء ولا استعداد. موت الفجأة يعني لا شك أنه يعني شرط، لأن الذي يعني يأتيه الموت وهو مستعد له مرض مثلا يوصل البيت، فيكون هذه فترة المرض فترة كذا، فترة رجوع إلى الله تبارك وتعالى، فترة توبة، فترة استغفار. وكذلك إذا جاء يعني الموت وهو يعني مستعد لاستقباله يكون هذا خير، فأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما قد يفاجئه الموت وحتى لا يلقن الشهادة، لأن من قال آخر كلامه لا إله إلا الله.